فوز دونالد ترامب يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. انتصار سياسي له تأثيرات فورية وعميقة على السوق المالية العالمية التي تتفاعل بقوة مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بداية مع خطاب النصر الذي قدمه ترامب من مقر حملته في فلوريدا، حيث أكد أن السنوات الأربع المقبلة ستكون عصرا ذهبيا اقتصاديا لأمريكا يتم خلاله إغلاق الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية، ثم إعادة المهاجرين غير شرعيين إلى بلادهم. كما شدد الرئيس الجديد عزمه على تخفيض الضرائب والمديونية والاستفادة من مخزون النفط، مع وعود عديدة في شتى المجالات. فما هي أهم التغييرات التي رافقت هذا الفوز؟ كان المستثمرون في السوق العالمية في حالة ترقب حذر، لكن بمجرد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ترامب على منافسيه، انطلقت السوق في اتجاهات إيجابية، إذ سجلت العقود الأجلة لمؤشر داو جونز الصناعي زيادة ملحوظة بنسبة 2.3%، أي ما يعادل 976 نقطة، ليصل إلى 43355 نقطة. كما سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعا بنسبة 1.83%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.66%، وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي فوز ترامب إلى زيادة بنسبة 3% في مؤشر S&P 500. وارتفاع الأسهم يعني أن الشركات المدرجة في هذه المؤشرات تحقق أداء أفضل، يكون غالبا نتيجة لتحسين الأداء المالي أو التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد، إذ يظهر الارتفاع في الأسهم ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي أو في سياسات الحكومة أو الشركات. وبدوره شهد الدولار قفزة نوعية بعد إعلان النتائج، حيث سجل مؤشر العملة زيادة بنسبة 1.54%، ليصل إلى 105.02 نقطة، وهو ما يعكس الرهانات المتزايدة على قوة العملة الأمريكية في حال فوز ترامب. أما عن عوائد السندات الأمريكية التي تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.251%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.406%. يفسر الخبراء أن هذه الزيادة قد تكون ناتجة عن توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي وتحفيزات اقتصادية للجمهوريين. وعندما يرتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، فهذا يعني أن المستثمرين يفضلون العملة الأمريكية كملاذ آمن، أو أن هناك زيادة في الطلب على الدولار بفضل بعض السياسات الاقتصادية التي تكشف استقرار الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الأخرى. ونتيجة لارتفاع قيمة الدولار تأثرت أسعار النفط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برانت بنسبة 1.22% إلى 74 دولارا و61 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.15% لتسجل 71 دولارا و17 سنتا للبرميل. وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزون الذهب الأسود التي صعدت بمقدار 3.13 برميلا في الولايات المتحدة، ويعد ذلك مؤشرا على ضعف الطلب على الخام في المنطقة. من جهة أخرى، تفاعلت الأسواق الرقمية مع فوز ترامب بشكل قوي، حيث قفزت عملة البيتكوين بنسبة 5.43% لتصل إلى 73,186 دولارا، وهو أعلى مستوى تاريخي لها. كما ارتفع الإيثريوم بنسبة 6.55% ليصل إلى 2,588.25 دولارا. في أسواق الذهب تأثرت الأسعار سلبا بعد إعلان فوز ترامب، حيث انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.62% لتصل إلى 2,726 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة عند 2,790.15 دولارا الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% إلى 2,743.90 دولارا. صباح 26 نوفمبر من سنة 2024، ويعزى هذا
هذا التراجع إلى أن المستثمرين بدأوا في إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ضوء فوز ترامب، حيث يفضل البعض التوجه نحو الأصول ذات العوائد العالية مثل الأسهم والسندات بدلا من الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبينما تكشف التحركات السريعة للسوق عن تكهنات المستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي تحت قيادة ترامب، تظل الأسئلة مفتوحة حول تأثير سياساته المقبلة على الاقتصاد العالمي.